أشهد أن لا إله إلا الله، إنها دعوة، دعوة إلى التأمل، دعوة موجهة إلى القلوب الذاكرة العابدة الخاشعة، دعوة إلى من يتفكرون ويسمعون ويعقلون ويؤمنون ويفقهون. تأمل السماء ثم ارجع البصر إليها أخرى وانظر فيها وفي كواكبها، دورانها وطلوعها وغروبها واختلاف ألوانها وكثرتها وشمسها وقمرها، في اختلاف مشارقها ومغاربها، حركتها من غير فتور ولا تغير في سيرها. تأمل تجد أنه ما من كوكب إلا ولله في خلقه حكمة، في مقداره، في شكله، في لونه، في موضعه في السماء، في قربه من وسطها وبعده، في قربه من الكواكب التي تليه وبعده. على صفحة سماوات ترونها أمسكت مع عظمها وعظم ما فيها، فثبتت بلا علائق من فوقها ولا عمود من تحتها. خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والإنسان العاقل أمام بديع صنع الله في سماواته يتوقف طويلا أمام أصغر جسم وأعظم جسم يرى فيها، فتبرز له أدلة الإيمان بعظمة الخالق في ملكوته، فما يملك إلا أن تخشع جوارحه وتخضع وتذل وتستجيب، فتقدر الله حق قدره وتفرده بالعبادة وحده لا شريك له. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نظر أحد علماء الفلك الكفار إلى السماء من خلال منظار بناه بنفسه، فرأى ما أذهله في هذا الكون فقال: إن الإنسانية لن تنتهي من سبر أغوار الكون، ولن تعرف من الكون إلا مقدار ما نعرفه من نقطة ماء في محيط عظيم. فهل آمن مع ذلك وصدق؟ لا، وصدق الله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال آخر أيضا: إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة وعشوائية، بل هي موضوعة في الفضاء بدقة وإتقان، إذ أن القمر لو قرب من الأرض بمقدار ربع المسافة التي تفصلنا عنه لأغرق مد البحر الأرض كلها. وما علاقة القمر بالبحر؟ الله يعلمها الذي قال وصدق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا يزال علماء الفلك يكتشفون من خلال تجاربهم ومراصدهم ومناظرهم كل يوم ما يشتهي ويدهش العقول في هذا الكون الفسيح، حتى قال مكتشف الجاذبية معبرا عن اكتشافه وضآلة ما اكتشفه بجانب ذلك الخلق العظيم: لست أدري كيف أبدو في نظر العالم، ولكني في نظر نفسي وأنا أبحث في هذا الكون أبدو كما لو كنت غلاما يلعب على شاطئ البحر ويلهو بين حين وآخر بالعثور على حجر أملس أو محارة بالغة الجمال، في الوقت الذي يمتد فيه محيط الحقيقة أمامي دون أن يصبر أحد غورة. نعم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لقد رأى البروج الصغيرة وهي تتألف من 10 ملايين نجم، قد عرف منها ما عرف، ورأى العملاقة وقد وصل عدد نجومها المعروفة لنا إلى 10 آلاف مليار نجم يرتبط بعضها ببعض في غاية دقة وإحكام. الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان. نعم، لقد رأى مجموعة النظام الشمسي وقد تألفت من 100 مليار نجم قد عرف، وعرف منها الشمس، وتبدو هذه المجموعة كقرص قطره 90,000 سنة ضوئية، وسمكه 5,000 سنة ضوئية. ومع هذا البعد الشاسع فإن ضوء الشمس يصلنا في لحظات، وكذلك نور القمر. بل قد رأى هناك مجموعات تكبرها بعشرات المرات، أحصي منها 100 مليار مجموعة تجري كلها في نظام دقيق بسرعة هائلة، كل في مساره الخاص دون اصطدام، كل يجري لأجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا الذي رآه، وما لم يره أكثر، فقد قال الله عز وجل:
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.